عيد الفطر السعيد، يجتمع فيه الناس تاركين خلافاتهم جانبا ويتبادلون التبريكات والمعايدات. مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات نظمت احتفالية معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار الكشفية تجمعنا وليبيا توحدنا بمركز تدريب الكشافة والمرشدات بغابة جدايم. إحياء للسنن الحميدة التي أحيتها مفوضية الزاوية للكشافة والمرشدات كل عام، ها هم اليوم يجتمعون في أروقة غابة جدايم تحت ظلال الصنوبر، مفوضية الخمس وطرابلس والسهل الغربي وجفارة وأزوارة يجتمعون اليوم لا من شيء إلا من أجل أن يقولوا للجميع كل العام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. الاحتفالية حضرها القائد العام للحركة العامة للكشاف والمرشدات بليبيا والجهاز التنفيذي للحركة وعدد من مفوضي مفوضيات الحركة العامة للكشافة بالمنطقة الغربية والجبل، وهي الزاوية وطرابلس وزوارة وغريان ونالوت وجفارة والخمس والساحل الغربي وآخرون من قادة أفواج المفوضية والرواد. كما تعودنا في الحركة الكشفية باعتبار شعارنا هذه السنة الكشفية تجمعنا وليبيا توحدنا، وفعلا الذي ينظر للحاضرون في هذه المعايدة يلقى فعلا أن كل أقطاف ليبيا موجودة في هذه المعايدة. عدد من الأناشيد والأهازيج الكشفية قام بتقديمها المنتسبون للحضور، وفي خدام الاحتفالية قدمت باقة من الورود لمفوضية الزاوية للكشاف والمرشدات في رسالة تدل على كامل الحب والامتنان.